من أهم القرارات اللي أنت خدتها في حياتك إنك تبتدي كورس التسويق. مجرد إنك فكرت وابتديت تاخد قرارات إيجابية، هتبتدي تشوف الدنيا كلها بمنظور مختلف. هتبتدي تشوف الدنيا والشركات واللي حواليك وناسك وأهلك بطريقة مختلفة. أنا هبتدي أفتح لك أفكار بسيطة، الأفكار دي ممكن تحطك على الرايت تراك، تحطك على أول الطريق، والطريق بتاعك انت بقى كمل انت زي ما انت شايف. التسويق مش مجرد شوية اعلانات وشوية حاجات، لا، انا هقولك تعريف التسويق، ازاي تعرف تتعامل مع الزباين بتاعتك، ازاي تشوف المنافسين، لان الجزء بتاع المنافسين بتاعك ده من اهم الحاجات. عشان اعرف يعني ايه تسويق، فانا لازم اعرف العملاء بتوعي اخبارهم ايه، اعرف هم عاوزين ايه، لان في الاخر لازم أفهم كويس رغباتهم عشان أقدر أحقق أرباح. لأن دلوقتي المشكلة الأساسية بتاعتنا إن إحنا بنبقى عايزين نبيع اللي إحنا عايزين نبيعه، وده أكبر غلطة إحنا ممكن نغلطها في حق نفسنا وحق الزباين بتوعنا. بمعنى إيه؟ بمعنى النهاردة أنا لازم أعرف السوق عايز إيه وابتدي أشتغل عليه. ده في المستوى أو الليفل الصغير بتاعنا. الشركات الكبيرة بتبتدي تخلق حاجة اسمها النيد، تبتدي تخلي الناس هي توصل للي الشركة عايزاه. وأكتر ناس احنا بنشوفها بتعمل كده وبتنجح فيه قوي هي شركة أبل. شركة أبل بتقدر تخلي الزباين بتوعها يوصلوا للي الشركة عايزاه. بمعنى ايه؟ بمعنى النهاردة بتبتدي تعمل لك لغيت لك البلوتوث اللي موجود في التليفونات القديمة، وعملت لك حاجة اسمها اير دروب، ابتدت تعمل الاي كلاود اللي هي السحابة الالكترونية انسو. فالفكرة في ايه بقى؟ الفكرة اللي هي ان التسويق هو عملية مهمة جدا، لازم انا ابقى فاهمها كويس عشان اقدر اوصل للعملاء بتوعي باسرع واقصر الطرق. التسويق مش منفصل عن فن البيع، لان التسويق والبيع هما طرفين المقص. طرف المقص لو لوحده لو انت استخدمته هيعورك، بس لو استخدمت طرفين بتوع المقص عشان تقص حاجة هتبقى عامل زي الرجل الخياط اللي بيزبط البدلة او القميص او البنطلون بتاع حضرتك. دي حتة مهمة قوي. دايما الخطة بتاعتنا بتبقى عاملة زي الجزء اللي فوق ده، الحياة وردية، بصحى الصبح ببقى عايز اروح شغلي، عايز اوصل للعملاء بتوعي، عايز احقق مبيعات، عايز اجيب ارقام، عايز 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 عايز. فالحياة بتبقى حياة وردية والشمس طالعة واوصل للهدف بتاعي بمنتهى البساطة. بس الحقيقة غير كده خالص. ده الرياليتي بقى. طول ما انت ماشي، المنتج بتاعك او الهدف بتاعك اللي انت عايز تبيعه وعايز توصل لاكبر عدد من العملاء، الحياة مش زي فوق خالص. قدامك بقى قنابل ومية ومفرقعات وحواجز، والدنيا بتشتي وزلط وطوب. فانت لازم يبقى عندك حاجة اسمها بلان بي، الخطط البديلة او الخطة البديلة. ايه بقى الخطة البديلة؟ اللي انت النهاردة لو اتكعبلت في حاجة لازم ترجع وتقف على رجليك تاني عشان تقدر توصل لهدفك. طب السؤال بقى اللي هنا اللي احنا لازم نبقى عارفينه، وكل دي مفاهيم اساسية عشان اقدر افهم تسويق صح، لان الادارة والتسويق هما طرفين للمقص اللي انا بقص بيه وبعمل البدلة اللي انا كنت بحكي لحضرتك عليها. فالتخطيط هو هدف انا ببقى عايز اوصل له، وعايز اوصل له مش بدماغي انا ولا بعشوائية، لا، هي اهداف وخطوات بمشي عليها في خلال فترة زمنية معينة في وقت معين محدد. انا عايز احقق دلوقتي مبيعات، عايز اوصل للمنتج بتاعي لاكبر عدد من الناس، اعمل ايه؟ لازم اسأل نفسي سؤال مهم جدا، احنا هنا ليه؟ السؤال ده دايما بقوله دايما في محاضراتي، ولازم انت تسأل نفسك، انت بتحضر الكورس ده ليه؟ انت بتروح الكلية ليه؟ بتروح المدرسة ليه؟ فتح البيزنس بتاعك ليه؟ بتفتح التيك توك ليه؟ بتفتح ليه 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 ليه؟ فتحديد الهدف ده من اكبر الحاجات اللي انا لازم ابقى عارفها. انا دلوقتي هدفي ايه؟ هدفي اللي انا بتعلم النهاردة تسويق عشان عندي برايفت بيزنس، عندي مشروعي الخاص، عايز منتج اشغله، عايز اعمل بيرسونال براندنج، عايز اسوق لنفسي، عايز اشتغل على يوتيوب، عايز يبقى قناتي، عايز اجيب فلوس، عايز عايز عايز. فانا لازم ابقى الهدف بتاعي سمارت. ايه كلمة سمارت دي؟ سمارت دي يعني هدفي شيك. كلمة سمارت مكونة من 5 حروف، الاس
والام والاي والار والتي. طب ايه الكلام الكبير ده؟ اول حرف السبيسيفيك، لازم يكون الهدف بتاعي محدد. يعني ايه محدد؟ يعني انا النهارده عايز اوصل لمليون فولورز على التيك توك، ده هدف محدد. عايز اركب عربية فيرنا بعد سنة، عاوز انجح واحقق مبيعات قدرها اقسم الفلوس في خلال 3 شهور، عاوز 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 عاوز. فانا لازم اجيب ورقة وقلم وابتدي ارسم واعرف انا عاوز ايه. دي من اهم واهم وبداية الحاجات اللي تخليك بني ادم ناجح في مجال التسويق. يبقى اول حاجة سبيسيفيك، محدد، عارف انا عايز اوصل لايه. تاني حاجة ميجرابل، يمكن قياسه. يعني انا النهاردة عايز اوصل لمليون فولور، ايه القياس بتاعي؟ عدد البوستات، الناس اللي بتجيلي، الناس اللي بتعملي لايكات، الناس الفولورز اللي انا بقدر اعدهم. عايز احقق في خلال 6 شهور او 3 شهور مبلغ مكسب معين 10,000 جنيه، فانا كل شهر يبقى انا محتاج ان انا اعمل 3,500 مثلا كل شهر عشان اوصل لل 10,000 جنيه. فيمكن قياسه. ما اقولش ان انا عايز ابقى احسن واحد في الدنيا، طب ما طبعا كلنا عايزين نبقى احسن واحد في الدنيا، بس اقيس ازاي ان انا ابقى احسن واحد في الدنيا؟ فانا النهارده لازم ايمكن قياس الهدف بتاعي. اتعلمت ايه؟ وصلت الكورسات ايه؟ فاول حاجه يبقى الهدف بتاعي محدد، تاني حاجه يمكن قياسه، تالت حاجه اكون قادر على تحقيقه. يعني ما يبقاش الهدف بتاعي يضحك الناس عليا او يضحك نفسي عليا. بمعنى ايه؟ ما اقولش السنة عايز اطلع القمر. طب ماشي، ممكن تطلع القمر مفيش مشكلة، بس انت رائد فضاء، ده انت عندك ضغط وسكر ومش عارف تمشي على الارض، هتمشي في الفضاء ازاي؟ فلازم يكون هدف بتاعك قادر على تحقيقه. عايز في خلال 4 سنين اتخرج من الكليه، ما اقولش انا النهارده في اولى كليه، ما اقولش انا عايز اعمل دكتوراه بعد 4 سنين، ده انت يا دوبك هتتخرج. فانا لازم اكون قادر على تحقيق الهدف اللي انا عايز اوصل له. بس يكون الهدف ده يكون صعب، يكون صعب بس اقدر اوصل له، اقدر اوصل له. رابع حاجه اكون واقعي، رياليستيك. تمام، واقعي يعني ايه بقى؟ يعني ما اقولش ان انا النهارده دخلت عالم التيك توك وعالم السوشيال ميديا وعايز اركب بي ام دبليو بعد 6 شهور، ده هدف وهدف جميل وفي كل الحاجات اللي انت ايه الموجوده الاول، محدد عندي عايز بي ام، يمكن قياسه اللي هي العربيه، قادر على تحقيقه، ايوه قادر على تحقيقه، بس هو واقعي؟ معرفش، انت اللي تقول بقى هدفك هو واقعي ولا مش واقعي. فانت على هذا الاساس فانت لازم تبقى انت عارف اولك من اخرك فين، تقدر توصل لايه. من اهم الاجزاء بقى اللي انت يكون لازم يكون محدد بتايم، محدد بوقت، تقول انا في خلال سنة عايز تو اتشيف، احدد احقق هدف معين. الهدف ده في خلال 6 شهور، في خلال سنة، في خلال 10 سنين، عشان في حاجة اهداف شورت تيرم قصيرة المدى واهداف بعيدة المدى. عايز بعد 5 سنين يكون عندي برنامج على التلفزيون على السي بي سي، عايز بعد 10 سنين اكون من اهم الناس الشخصيات اللي بيؤثروا في المجتمع. حط دايما كده الهدف بتاع حضرتك لازم يكون سمارت. تمام، يكون سمارت، يكون محدد، متقاس، اقدر على تحقيقه، واقعي، ومربوط بوقت. فانت لازم يكون الهدف بتاعك، اهدافنا كتير قوي، معظم الاهداف اللي احنا بتاعتنا بتبقى فلوس، بس في اهداف تانية معنوية كبيرة قوي. عايز انا اكون ليا مكان في المجتمع، عايز اعمل تأثير على المجتمع اللي انا فيه، عايز اثر في الشباب، عايز اثر في الصناعة او المنتج اللي انا عايز اشتغل فيه. معظم الناس اللي موجودين معنا في الكورس عندهم صناعات صغيرة وعايزين يكبروا وعايزين يعملوا حاجات كبيرة قوي. فانا لازم اعمل ايه بقى؟ ابتدي اجيب ورقة وقلم وابتدي اكتب الهدف بتاعي، اعمل تيلورينج، ابتدي احدده واقول ملامحه، يكون محدد، متقاس، اقدر على تحقيقه، رياليستيك، واقعي، ويكون مربوط بتايم، لان ده من الاهداف بتاعتي اللي انا عايز اوصل للعميل الصح. وده طبعا هنرجع تاني للجزئية بتاعت تعريف التسويق، لان احنا مشكلتنا كلها اللي انا اعرف رغبة العميل اللي انا بشتغل معاه. رغبة العميل دي من الحاجات المهمة جدا اللي انا لازم انا ابقى عارفها وفاهمها كويس، لان الربح السريع مش هيوصلني لحاجة، هيوصلني اللي انا ممكن اعمل ضجة او اعمل ضربة وخلاص، بس انا بدور على اللونج تيرم، بدور على
الاستمرارية، بدور اللي أنا لازم كمان أبقى فاهم تسويق وفاهم عندي فن البيع، فن التعامل مع الزبائن. من أهم الحاجات اللي أنا النهاردة أشتغل ديجيتال، أشتغل ثرو الإنترنت، أشتغل ثرو الجزء بتاع التليفونات والسوشيال ميديا والبلاتفورمز المختلفة، لأن هو ده اللي هينجحني ويوصلني اللي أنا عايزه بـ 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 بطريقة كويسة جدا، اللي أنا هوصل لعملة كتير. الطرق القديمة بتاعت الإعلانات وبتاعت الشوارع وبتاعت طبعا دي طرق هايلة وجميلة. في عالم كبير جدا اسمه فيليب كوتلر، ده إله التسويق عند الإغريق، ده أكتر واحد، والراجل ده لسه عايش لغاية النهاردة، عنده حاجة و70 سنة. جه من سنتين وعمل كتاب قالك من الطرق التقليدية للتسويق للجزء الديجيتال، from traditional to digital، الجزء الإلكتروني، وقلب كل المفاهيم بتاعة التسويق القديمة لمفاهيم جديدة بتتكلم كلها على البلاتفورمز، بتتكلم على التليفونات وعلى السوشيال بلاتفورمز المختلفة زي التيك توك وزي الفيسبوك وزي اليوتيوب وزي الموبايل أبليكيشن وحاجات كتيرة قوي، ان هو ده المستقبل، لان هيقدر يوصلك لأكبر عدد من العملاء، مش بس في دولتك لا، لكن في دول كمان تانية. دي حاجة. الحاجة المهمة جدا في عالم التسويق اللي انت ما تشتغلش لوحدك، لازم تشتغل من خلال ناس معاك، من خلال through others، لان مفيش حد بيقدر يعمل حاجة لوحده. ناس كتيرة قوي بتشتغل لوحدها، بتقضي وقت كبير جدا وبتتعب قوي في شغلها، بس لو انا وانت عندنا ترابيزة وعايزين نشيلها، لو انا شلتها لوحدي هيجيلي ديسك وضهري هيوجعني والعملية هتبوظ خالص، بس لو كل واحد فينا من الناس اللي حاضرين معانا كل واحد مد ايده وشال طرف الترابيزة دي مهما يكون وزنها وتقلها هنقدر نشيلها كلنا، وهنحطها في الحتة اللي احنا عايزينها في المكان اللي احنا قاعدين فيه، فاحنا هنوصل المنتج بتاعنا لبر الامان لما نحط ايدينا في ايدين بعض. عشان كده الشركات الكبيرة بتفكر بنفس التفكير اللي انا بحكي لك عليه ده، بتعمل ايه؟ بتعمل شراكات، بتعمل اندماجات، بتعمل استحواذ. فالتسويق عملية مش بسيطة، العالم كله دلوقتي قايم على التسويق. عايز اقول لك حاجة اخيرة، ان في دراسات والستاتستكس بتقول ان الفيوتشر للناس بتاعة الماركتينج، الناس بتاعة التسويق والناس بتاعة البيع، لان هم دول انجح ناس موجودين على كرة الارضية دلوقتي. وده اثبتته الجزئية بتاعة ايام الكورونا، ان الناس شركات كبيرة قوي زي امازون باعت بيع كبير جدا 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 من خلال الاونلاين سيلينج. فهو ده المستقبل اللي احنا لازم كلنا نشتغل عليه. انت النهاردة عرفت شوية مفاهيم اساسية، عرفت ازاي يكون لك هدف، واشوفكم في الحلقة الجاية ان شاء الله.